ويقال أن قانون الصوت الواحد بحد ذاته يستطيع أن يفرز. يا أخي هذا بالنهاية هذا قانون يستطيع كان الكثيرين وكان تستطيع الكثير من الأحزاب أن تحصل على نتائج جيدة وأن تحصل على عدد لا بأس به من النواب داخل المجلس لو أنها قامت مثلا بالمشاركة، لو أنها قامت بالتسجيل. ثم في كل العالم، في كل العالم هكذا هي اللعبة الديمقراطية، هكذا هي لعبة الانتخابات. يعني ما لم يكن هنالك التدخل السافر والمباشر والتزوير الواضح مثل وضع الأوراق، مثل الشغل ضد فلان، إعطاء فلان، يعني ما لم يكن هذا الأمر الواضح والصريح والمخالف فعلا للدستور وللقانون، بالنهاية علينا بأنفسنا. يعني أنا عجبني آخر المتحدثين الأستاذ فايز، فايز العوامرة، اللي حكى أنا شاب عمري 18 سنة. طب هذا الشاب لا يستطيع أن يفكر بالترشح؟ يا أخوي يا فايز ما بتقدر تترشح حسب الدستور إلا لما يوصل عمرك 30 سنة. ليش؟ لأنه الكثيرين يعتقدوا بأنه والله اللي عمره 18 سنة غير مؤهل أنه يدخل مجلس النواب. أنا لدي وجهة نظر مختلفة، أنا لدي وجهة نظر، أنا كنت من أكثر الذين دافعوا عن التعديل الدستوري المتعلق بخفض سن الترشيح إلى 25 عام. كنت أرغب بأن يكون لدينا من يختار النائب يستطيع أن يكون نائب، وهكذا هو الحال في الكثير من الديمقراطيات العالمية. جميل. كألمانيا وأمريكا وغيرها، من يحق له الانتخاب يحق له الترشح، لأن المسؤولية عظيمة وكبيرة، لأنه مسؤولية الناخب لا تقل أهمية عن مسؤولية النائب، لأنه هو اللي بيوصله للكرسي. جميل. هو ممثل له بالظروف الطبيعية. هلأ كثيرين مثلا، يعني هذا سؤالك المحور الأول حول المعضلة الدستورية، وهل هذا القانون مخالف للدستور أو لا؟ حول المخالفات أكيد هنالك شبهات دستورية، لا أستطيع أنا أو غيري من يفتي في الدستورية من عدمها. الآن أصبح بعد آخر تعديلات دستورية وبعد إقرارنا لقانون المحكمة الدستورية، هي المحكمة الدستورية قدم طعن كما أسلف الأستاذ مصطفى في نيابة الزميل عبد المحسيري بأن القانون غير دستوري، وتم رد الطعن شكلا وتركة. حتى نوضحها، شبهة مش مخالفة طبعا. نحن لا نستطيع أن نفتي، لا أستطيع أنا أن أقول لك، ونحن نناقش القانون الانتخابي كان هنالك رأي بأن الانتخاب القوائم هو انتخاب غير مباشر، والانتخاب الغير مباشر انتخاب مخالف للمادة 67 من الدستور الأردني التي تنص على أنه يتم الانتخاب بصورة عامة ومباشرة. فكان الكثيرين يقولون أنا بدي أصوت للقائمة، إذا صوتت مثلا لقائمة الوسط الإسلامي مش معناته أني صوتت لمحمد الحاج اللي على رأس القائمة، وأن هذا انتخابا غير مباشر. أنا بجيب مثال يعني حي. فبالتالي المسألة أصبحت هنالك عدة نقاشات، والتجأنا إلى آراء فقهية دستورية، وذهبنا إلى مثلا ما توصلوا له في الفقه الدستوري المصري، ووجدنا بأن هنالك عدة فتاوى دستورية تبيح وجود القوائم النسبية أو الانتخاب على أساس القوائم. ثم بعد ذلك طرأت مسألة أخرى، ويعني أذكر كما تذكرون بأنه قال قائل فلن تكن القوائم مقتصرة على الأحزاب، ثم جاءت المحكمة الدستورية وقالت، أو لا أذكر، لم تكن المحكمة الدستورية، كانت المحكمة الدستورية وقالت بأنه مش المجلس العالي لتفسير الدستور، وقالت بأن القوائم الحزبية فقط واقتصار القائمة القانوني الوطنية على الأحزاب هذا مخالف للدستور وحرمان لشريحة كبيرة من الناس من الدخول عبر القوائم. وياريت اللي جرى مكان، أنا بقول ياريت إنه كانت عندنا القوائم الوطنية مبنية على أساس حزبي، لا ياريت كان عندنا طريقة مختلفة، وهي من الأخطاء الإجرائية الفظيعة اللي كانت في التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة، طريقة احتساب مثلاً الناجحين في القوائم الوطنية، طريقة الاحتساب نفسها خلقت مشكلة كبيرة وأدت إلى وجود الناس كانوا يفكروا النسبة الأعلى هو اللي راح تفوز قائمته، سوف يحصد أكثر. أكيد أكيد. يعني كانوا يعتقدوا بأنه في بعض القوائم ستخرج بخمس وست وثمان مرشحين وفائزين، وهذا الشيء كان بيسهل عملهم تشكيل الكتل فعلا، تقوية المجلس على أساس حزبي.
كانوا مثلا اللي أخذوا أكثر أصوات زي الوسط الإسلامي وأردن أقوى ووطن، كانوا حصلوا على عدد أكبر من المقاعد وحصلوا على كتل أكثر تجانسا. المهم في الموضوع، وسأجيب عن بقية الأمور، البعض يقول بأن الكوتات غير دستورية، كوت البدو والشركس والشيشان وكوت المرأة. جميل، صحيح. رغم أنه موجود هذا الكلام في الكثير من الدول والدول والكثير من الدول، حتى تنص مثلا زي الدستور المغربي ينص على أن كوتة المرأة هي عبارة عن إجراء وتمييز إيجابي اتجاه المرأة، ليس له علاقة وهو لا يدخل ضمن عدم الدستورية. يعني دسترت الكوتة في الدستور، وضعت الكوتة في الدستور وقامت بدسترتها، والكثير من الأمور كذلك. يعني هنالك عدة أمور متعلقة بالشأن الدستوري، أنا دائما أقول بأنه كما يقول المحاميين، الحكم والقرار هو عنوان الحقيقة. متى ما أفتت المحكمة الدستورية بشأن ما فلا يحق لنا أن نناقش، قد نعقب على القرار، قد لا يعجبنا القرار، ولكن علينا أن نحترم قرار المحكمة الدستورية التي أصبحت بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة وبموجب قانونها هي الجهة الوحيدة المختصة في الفصل في الدستورية من عدمها. جميل، بس هنا في المحاور الأخرى غير المرتبطة بموضوع الحلقة بنعود لها بس بعد شوي. أكيد. هنا في بعض السلبيات وبعض المقترحات عند الأستاذ مصطفى كنت تحدثت عنها حول تعديلات قانون الانتخاب، برضو نتحدث فيها ونسمع بعد ذلك من ساعتنا. في حديث لمعالي المهندس سعد هالي سرور، نعم، قال بأنه فورا أن تتقدم الحكومة لنا بقانون جديد حول الانتخابات سيكون هنالك استمزاج لآراء الجمعيات والأحزاب وعامة الناس. وقال أيضا بأن لدينا 3 سنوات تكفي لهذا القانون حتى يكون مكتملا. أتمنى أن يتم هذا المجلس مدته كاملة أستاذتنا الكريمة، ولكن نعم، أنا باعتقادي بأنه قانون الانتخاب من القوانين الهامة جدا كما هو قانون المالكين والمستاجرين، وعلى النواب أن يأخذوا صفة الاستعجال به. لو كان هنالك تعديلا على قانون الانتخاب لانطبق على المرشحين الذين أتوا في التكميليات، وهما كانوا حاسبين حساب التكميليات في الأصل. أها، بالضبط. جميل. في نقطة كمان أنا أحب أحكي فيها بقانون الانتخاب اللي العاملين فيه في وقتنا هذا، المرشح يحق له أن يترشح في أي دائرة يشاء وفي أي محافظة. دائرة تجد المرشح فلان كان نائبا في الدائرة الثالثة وفي المجلس 17 نائبا في الزرقاء، إنه المرشح ترشح في أكثر من منطقة. أحد النواب كان نائب في الدائرة الثالثة. الله، هي نقطة لازم أرد عليها، وكمان النقطة اللي أشار لها هو بالضبط. قانونياً أنا بدي أرد حسب القانون. جميل جميل. بس بدي أحط لك سلبيات حتى تعطينا إياهم. بس أكمل وأنا نعم. يعني بما أن المرشح يحق له أن يترشح في أي دائرة يشاء، إذن على الناخب أن ينتخب في أي دائرة يشاء حتى يحقق القانون العدالة. في بقانون 2012 لا يحق للعاملين في القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية أن يدلوا بأصواتهم. إذا كان المرشح يحق له الترشح ويتمختر من الدائرة الخامسة إلى الدائرة الأولى، أبناء القوات المسلحة المقيمين في الدائرة الأولى على سبيل المثال سلاح الجو الملكي، القيادة العامة للقوات المسلحة، أبناء القيادة العامة للقوات المسلحة وأبناء والعاملين بسلاح الجو الملكي مقيمين داخل السلاح الجو وهم وعائلاتهم وبيوتهم موجودة، ألا يحق لهم التصويت؟ هاي برضو نقطة عند الأستاذة. أيوة، هاي هي التساؤلات الموجودة. نعم. نأخذ اتصالين وتجيبنا ساعتنا. خليل الرواد، مساء الخير أخي خليل. مساء الخير. يبدو مش سامعنا الأستاذ خليل. راضي المقابلة، مساء الخير أستاذ راضي المقابلة. مساء الخير، قطع الاتصال.
يعني طبعا. سأدخل مباشرة إلى استفسارات الأخ مصطفى. الأسئلة المهمة يعني خاصة حول المرشح. لابد من الإجابة. يعني هو قانون الانتخاب واضح جدا في هذا الشأن، يحق لمن تنطبق عليه شروط الترشيح الواردة في الدستور وفي قانون الانتخاب الترشح في أي دائرة كانت. هذا أمر واضح. يعني أنا بنت جرش، لو بدي الآن أنزل على معان يحق لي أن أترشح على معان، وأعتقد أن ذلك يبين، وهذا أمر يحسب للقانون لا عليه برأيي الشخصي. يعني أنا بحترم بوجهات النظر كلها، لكن هذا يدل على أنه في مرشحين عندهم قدرة على أنهم يخلقوا لأنفسهم مكان ووضع في دوائر أخرى. لماذا إذا كان هو يرغب ويجد، إذا كنت أنا أجد فرصتي في عمان، لماذا لا أترشح عن الدائرة الثالثة في عمان؟ وهذا أمر يحق لي. لكن من ينتخب، قد أنا أترشح في عمان وقد لا يحق لي الانتخاب في عمان إذا كان لا ينطبق علي الشروط الواردة في القانون، حتى أكون أنا من الهيئة العامة للانتخاب في عمان. يعني مثلا كما تفضل الأستاذ مصطفى أنه في أحد المرشحين الآن في الانتخابات التكميلية اسمه واسم عائلته وزوجته وأولاده موجود في دائرة وقد لا ينتخبوه. هو هذا، هذه قمة الديمقراطية، أن يترشح في مكان آخر. هل سنجبر أهالي الدائرة الأولى على انتخابه أم أنه سيحصل على، هذا هو الفيصل في القانون. هل سيتم اختراق القانون بمال سياسي؟ إذا كان هنالك ادعاء بمال سياسي، فلماذا لا يتم تحريك شكاوي؟ ولماذا لا يتم إبلاغ الهيئة وتقديم أدلة، أو إبلاغ الهيئة المستقلة حتى تقوم بالتحري ومتابعة مثل هذه الأمور؟ ولكن أنا إذا سألتني رأيي الشخصي أقول لك بأنه أنا أجد هذا الفعل قمة الديمقراطية، أن يحق للنائب أن يترشح في أي مكان كان. وأنا أتمنى شخصيا، يعني عندما قرأت واطلعت على كل النماذج الانتخابية، أتمنى أن نصل إلى أن يصبح الأردن دائرة انتخابية واحدة. أنا ابن الكرك ينتخب اللي بده إياه، ابن عمان ينتخب اللي بده إياه، ابن جرش ينتخب اللي بده إياه، من كل المرشحين على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موجود في بعض النظام، مطبق في بعض الدول. هذه وجهات نظر في النظام الانتخابي، ولكن إذا لم نمس القانون ولم يكن هناك اعتداء صريع على القانون فلا يوجد ما يحاسب. النقطة المتعلقة بالنائب، وأنا صدقا لم أعرف من هو النائب لأني لست على اطلاع بمجريات أعرف نواب الدائرة الأولى جميعا، ولهم كلهم هو كل مش الاحترام. هو مش مخبي حاله، هو طابع منشورات الآن. إذا كان هنالك فعل يخالف القانون، يعني قلت لك بأنه يتم مراجعة الجهات المختصة والهيئة المستقلة للانتخابات. الآن لدينا من يحاسب النائب، لدينا حتى نحن في مجلس النواب الآن لجنة مستحدثة حسب النظام الداخلي الجديد. هذه اللجنة هي للنظام والسلوك. هذه اللجنة سنضع بين يديها مدونة السلوك حتى تقوم هي في هنالك أفعال كثيرة لا يعاقب عليها القانون، ولكن عنا إحنا بنسميها Code of Ethics، يعني قواعد أخلاقية. مدونة سلوك هي عبارة عن أخلاقيات متعارف عليها في العمل البرلماني، وليس بشرط أن تكون مخالفات صريحة للقانون أو اختراقات للدستور، ولكن علينا أن نتعامل في ضمن إطار معين قد يكون من ضمن ما نتوافق عليه في مدونة السلوك أن نلتزم أو يلتزم النواب الحياد. قد يكون، لا أقول لك بأنه تم إقرار هذا الأمر، قد يكون من ضمن هذه الأمور إقرار مثلا أن يلتزم النواب الحياد إذا ما جرت انتخابات تكميلية في دوائرهم. وجد بأن هذه النقطة يعني جديرة بالانتباه لها، مهمة جدا تكون موجودة معنا في قادم الأيام. جميل. يبدو أم بس